مساءكم ورجوري أحلى متابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم الفيديو مالتنا تشكيل خياطة تشاديش بنوتة صغيرة، طبعا من بقايا القماش، القماش الباقي من الخياطة. خيطت تشاديش بنوتة، نفانيف بنوتة صغيرة. شوفوا حبيباتي، هذا أول نفنوف، طبعا كلش حلو، صار أبو الزخمتين. وهذا النفنوف الثاني أبو الزخمتين، سويته يعني حسب القماش اللي بقى من الدشداشة. طبعا هذا مصار بيردان، سويته هيجي وباع بنات حتى كلوش كلش حلو، وخليت له من هذه الطوبات. شكد حلو للبنوتات الصغار، فدوا للبنوتات. بنات، وهذه الثالثة. طبعا هذه قلبية صارت بهذا الشكل حبيباتي، خليت لها هذه وردة، رهمت على هذه الورقة اللون البرتقالي الموجودة بالقماش حبيباتي. والردان صار منها وبيها، يعني بدون ما أقص ردان، يعني قصت ردان منها وبيها بدون ما أحفرها حبيباتي. طبعا كلش حلو، يوم فدوا البنوتات ايش قد حلوات. حلو هذا طبعا بنات، وهذا صار كلش قصير، يعني هذه لبسيا بجامة. بنات، حسب القماش اللي بقى شوية من عدها، ورهمت بهذا الشكل بنات، صار صغيروني بسيط. وبنات هذا اللي كلش حلو. سويت الآسقي مالته أبو الشدة، الأردان مالته الآسقي أبو الشدة، وخليت له هذا الدانتيل، والكلوشة مالته صارت كلش حلوة، تخبل عريض. طبعا كلش حلو هذا يخبل. فديت البنوتات حبيبة أمهن. كلش حلو. الشدات مالته بنات تقدرين تتحكمين بها، تصغريها وتكبريها بهذا الشكل. طبعا هو هذا بقى شوي ونا من القماش بس هذا، وقلت الا ارحمه اسوي فشي، وسويته بهذا الشكل، طلع شكله كلش حلو. بنات هاي الشدة تصغريها وتكبريها على راحتك. فديت البنوتات ايش قد حلوات. اي بنات، ان شاء الله تعجبكم هذه الموديلات مال الاطفال. بنات، وهذه ذن اللي خيطتهم، ان شاء الله عجبتكم الفصالات حبيباتي. طبعا هم بقايا القماش، انا دائما اللي يبقى من القماش اخيطه هيك، يعني مال بنوتات صغار، يعني حسب طلب الزبونة، يعني البنية اذا هي عندها بنية صغيرة اخيط لها. بنات هذني اللي خيطتهم. حبيباتي، وهنا طبعا نسيت هذه. نسيت هذه اعرض لكم اياها بنات، هذه همينه سويتها. طبعا هذا كوي بنات، هذا كوي، نسيت اعرض لكم اياها، ذكرتها. حبيباتي شوفوا بنات، هذا كوي، وهم صارت قلبية، ردانها منها وبيها بدون حفور. هذا قماش الشماغ، بقى من عنده،
وخيطتها بهذا الشكل، وهذن اللي خيطتهم مع البنوتات حبيباتي، ان شاء الله تنال اعجابكم، وان شاء الله هرجع لكم فيديوهات جديدة عن الخياطة وموديلات جديدة ان شاء الله اقدمها لكم. وهذه الموديلات اللي خيطتهم مع البنوتات، ان شاء الله تنال اعجابكم حبيباتي. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. طبعا اللي هنا ينتهي الفيديو مالنا، وان شاء الله استمتعتم بالفيديو حبايب قلبي، وأترككم في رعاية الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، دمتم سالمين يا أحلى متابعين، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتي. أترككم في رعاية الله وحفظه.